وخلينا نبدأ مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس رصدت أن كان في إقبال كبير من الناخبين المصريين على المشاركة في صناديق الانتخابات الرئاسية. خلينا نتعرف أكثر على تناول الوكالة للانتخابات المصرية قبل ذلك وفي هذه الأثناء. هو يعني يمكن كان في تركيز كبير من الصحف الامريكيه في العموم على موضوع الانتخابات المصريه، لان دوله بالنسبه للوقت الصحف الامريكيه دوله يعني قويه ومصليه ولها دور كبير في الشرق الاوسط، وبالتالي الانتخابات الرئاسيه تكون بيكون لها صدى كبير. اعتقد ان الاعداد كانت لها تركيز كبير في الصحف الامريكيه في العموم في فكره ان الاعداد المجلس سواء في مصر او في الخارج كانت بتعبر عن حاله انتخابيه جيده، يعني بتواكب ظروف كلنا عارفينها في غزه وغيرها، لكن في الاخر يعني ده ما منعش المواطن المصري نفسه هو ينزل انتخابات. ويمكن يعني الصحف الامريكيه لما بتتكلم عن الانتخابات المصريه ما بتركزش عليها من الجزء الخارجي على قد ما بتركز على الجزء الداخلي، يعني ازاي المصريين في الداخل نزلوا، وهي دي يمكن كانت يعني المفاجاه الاهم او الشيء الاهم اللي عبر عن النسيج المصري في العموم بيستعد لما بيكون ليه فرصه لقصيد بينزل وبيصوت بشكل يعني حضاري وديمقراطي، وده برضه بينعكس حتى على صوره البلد نفسها، صوره مصر مصر، ثم بعد ذلك على صوره السياحه، لان دوله بحجم مصر معنى ان هي في الظروف دي تقدر وحسب الصحف يعني كان بتقدر ان هي تعمل انتخابات، ده هيعبر تعبير السياسه هينعكس على السياحه والاقتصاد وما الى ذلك. طيب خلينا نروح مع حضرتك لسي ان ان وتغطيه خاصه ايضا للانتخابات الرئاسيه في مصر، وتحت عنوان المصريون يختارون رئيسهم في خامس انتخابات رئاسيه وحملات المرشحين تعلن عدم رصد تجاوزات او خروقات والاقبال غير مسبوق. يمكن ده العنوان العريض في سي ان ان، كلمنا عن هذه التغطيه وازاي رصدت السي ان ان الانتخابات الرئاسيه المصريه. هو يمكن يعني من العنوان نوضح الفكره ما فيش اي مشكلات ظاهره يعني ممكن يلقى عليها الضوء في الانتخابات الرئاسيه، وبالتالي ده عبر عن ان يعني العمليه نفسها الانتخابيه بالنسبه لسي ان ان يعني كانت يعني بتدور بشكل طبيعي، لم يحدث فيه اي تجاوز، ما كانش فيه اي تجاوز من المسؤولين، لان في على سبيل المثال شبه تشغيل او تضييق او ما الى ذلك، كل الامور مشيت يعني على ما يرام، وده اللي عبرت عنه سي ان ان وكثير يعني من الصحف الامريكيه. لا طبعا الفكره اللي يعني اشرت اليها فكره ان العدد كان كبير وكان مفاجئ مقارنه بالظروف الاقتصاديه العالميه واللي يعني عانى منها برضه المواطن المصري، كان شان اي مواطن عالمي، زائد فكر الظروف السياسيه والظروف العسكريه اللي بتقيد بمصر في الجانب ده، مش بس في غزه ولكن كان قبلها الظروف في السودان وليبيا، لكن يعني المواطن المصري بالنسبه للسي ان ان اثبت على ان على الاقل الداخل المصري داخل مستقر، ده انعكس في العمليه السياسيه. صحيح. طب خلينا نروح لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه واللي القت الضوء او قرنت او يعني ربطت ما بين الانتخابات الرئاسيه في مصر تزامنا مع تفاقم الازمه في قطاع غزه، وقالت ازاي ان موقف الرئيس السيسي من الحرب في قطاع غزه دفع المصريين للالتفاف حول الرئيس وللمشاركه في هذه الانتخابات. ايه العلاقه ما بين الانتخابات والموقف في قطاع غزه من وجهه النظر الامريكيه؟ اولا يعني قضيه غزه وفلسطين في العموم هي قضيه يعني لا تنفصل عن الوجدان المصري ووجدان كل مواطن مصري، وبالتالي الاحساس العام المصري المثلي بهذه القضيه هو احساس كبير، حتى يعني وصلنا في بعض الاحيان بسيطه في حياه بالتالي المواطن المصري اصلا جيدا لاهميه غزه، وده انعكس فعليا على يعني فكره التضامن مع قرارات الرئيس او تنويهات الرئيس، بان يعني هناك خطوط حمراء لعمليه التهجير على سبيل الانسان، وان مصر هترفضها رفض تام بكل الطرق. ده دفع المواطن المصري انه ينزل في الانتخابات حسب يعني ما قاله
رسالة، لأن منذ الانتخابات كان تعبير عن تضامنه مع رئيس أخذ يعني موقف معين يعبر عن الشارع في قضية مصرية كقضية غزة. أيضا فكرة يعني الخوف من المجهول يعني انعكس أيضا في الانتخابات في فكرة أن الاستقرار هو الأمر المطلوب لمصر في الفترات القادمة، وأن الأحداث الحالية أثبتت أن الدول اللي تم تفكيكها بعوامل خارجية أو مؤامرات خارجية مثلا اليمن والعراق وسوريا ما يعني ما فيش أي دور لها في الأوقات الحالية، بل الخطر بيزيد عليها أكثر وأكثر، ويعني أجواءها مستباحة. رأينا أن في يعني ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وفي العمق السوري وربما العمق اليمني بعد ذلك، بهذا يعني كان الأمر يعني في فتنة من الوطن المصري اللي نزل وعبر عن رأيه في انتخابات ديمقراطية، وعبر أيضا كما قلت عن استقرار عام في الداخل المصري لم يهتز بأي أحداث سواء اقتصادية أو سياسية في الوطن.